العواد أن التحالف تمكن بفضل الله من استعادة وتحرير ما يزيد عن 85% من الأراضي اليمنية مع التزامه التام بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين ودعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية في مقاومة المعتدين. وقد تمكن التحالف بفضل الله تعالى من استعادة وتحرير ما يزيد عن 85% من الأراضي اليمنية مع التزامه التام بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين ودعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية في مقاومة الإرهابيين المعتدين. كما تمكن التحالف من تحقيق انتصارات ملحوظة في مختلف الجبهات، وخصوصا جبهة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثية الانقلابية وجبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، حيث حقق التحالف تقدما نوعيا وتم تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية وقطع طرق إمداد الميليشيا ومحاصرة فلولها وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، كما تم تأمين المناطق المحررة وإعادة الأسر النازحة إلى منازلهم.